معاشر الكرام، يوم عرفة يوم دعاء، والدعاء فيه مستجاب ولا يرد، وهو من أحرى الأيام وأحرى الأوقات لدعاء الله سبحانه وتعالى ولمناجاته وسؤاله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، خير الدعاء دعاء يوم عرفة. وكفاك بهذه الجملة دلالة على فضل الدعاء في هذا اليوم المبارك وعظيم شأنه، وأنه خير أيام الدعاء. قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. انتبه، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، لكن نبينا عليه الصلاة والسلام في هذه العشية ومثله الأنبياء من قبله عليه الصلاة والسلام يكثرون في عشية عرفة من لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذا فيه سر عجيب وعظيم ينبغي التفطن له، ألا وهو أن التوحيد الذي هذه كلمته مفتاح قبول الدعاء وبوابة كل خير وأساس كل سعادة وفلاح في الدنيا والآخرة. ولهذا من أهم ما يكون في عشية عرفة أن تجدد هذا التوحيد في قلبك، وتجدد هذا الإيمان في قلبك، بأن تكثر من لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. معاشر الكرام، هذه الكلمة العظيمة التي هي أعظم الكلمات وأفضل الذكر ليست مجرد كلمة تقال أو لفظ يردد، لا، هذه الكلمة مشتملة على أعظم المعاني وأجل المقاصد وأنبل الغايات والأهداف، وإنما تكون نافعة لقائلها إن قالها عن صدق وإخلاص ويقين وإيمان بالله. أما أن يقولها قولا مجردا بلسانه دون أن يعي معناها ويحقق مقصودها ومدلولها فإنها لا تكون نافعة له. لا إله إلا الله إنما تنفع قائلها إذا قالها عن يقين وعن صدق وإخلاص ومحبة وإقبال على الله سبحانه وتعالى، فإن لا إله إلا الله مفتاح الجنة. لكن كما قال وهب بن منبه رحمه الله: ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح. منبها بذلك رحمه الله إلى أن لا إله إلا الله إنما تنفع قائلها إذا جاء بشروطها وحقوقها التي دل عليها كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.